رح نتكلم على ثلاث محاور أو ثلاث رؤوس مهمة في نجاح الخطة العلاجية لأي مزود للخدمة الطبية بشكل خاص، ومقدمين الخدمات أو المسوقين في المجال الطبي أو مجال التسويق بشكل عام. هذا بشكل عام. السلام عليكم ورحمة الله، كل يوم وأنتم بخير. اليوم رح نتكلم على معادلة نجاح الخطة العلاجية أو النجاح في تقديم الخدمة الطبية. رح نتكلم على ثلاث محاور أو ثلاث رؤوس مهمة في نجاح الخطة العلاجية لأي مزود للخدمة الطبية بشكل خاص، ومقدمين الخدمات أو المسوقين في المجال الطبي أو مجال التسويق بشكل عام. هذا بشكل عام. رح نركز على المجال الطبي والتسويق في المجال الطبي والنجاح للخطة العلاجية في المجال الطبي. معادلة نجاح الخدمة الطبية. معادلة نجاح الخدمة الطبية. 1. تشخيص صحيح زائد منتج صحيح زائد التزام المريض يساوي نتائج بإذن الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا نتائج مبهرة. 2. تشخيص صحيح زائد منتج خطأ، وهذا اللي يحدث في كثير من الأحيان، هذا المنتج خطأ، التزام المريض يؤدي إلى نتائج خاطئة أو غير صحيحة أو لا يؤتي نتائج وهدر أموال. 3. تشخيص خطأ زائد منتج مبهر عالي الجودة، منتج أيا كان المنتج، منتج جيد، زائد التزام المريض يؤدي إلى نتائج مأساوية أيا كانت النتيجة، خاصة على الصعيد الطبي. 4. تشخيص صحيح منتج صحيح جيد ممتاز زائد عدم التزام من المريض يساوي نتائج غير مرضية ونتائج غير ناجحة. حابب أوصله من خلال هذه الرسالة أو من خلال هذه المعادلة أن التشخيص الصحيح هو بداية نجاح أي خطة بشكل عام وأي خطة علاجية بشكل خاص. منتج صحيح هو الأساس بنجاح الخطة العلاجية لحتى تؤتي ثمارها وتؤتي أكلها وتنجح هذه الخطة. لابد من منتج يكون مطابق لمواصفات هذا المنتج اللي لا يرضى عنه بديل، العميل بالنهاية هو المريض أو صاحب الحاجة بشكل عام. التزام المريض يسمى أحيانا بال patient compliance أو compliance، وهي مطاوعة المريض وهي التزام المريض بالخطة العلاجية أساسي في العلاج. هذا بالنسبة إذا عم نحكي بالطب أو العلاج الطبي. أما إذا كنا عم نتكلم على نجاح أي خطة بشكل عام فهو التزام العميل بتطبيق مبادئ هذه الخطة، لأنه إذا ما التزم العميل في هذه المبادئ أو ما التزم بتطبيق مبادئ هذه الخطة العلاجية حتى لو استخدم أي أدوات ما رح ينجح بالنهاية.
فلا بد من النجاح من تشخيص صحيح، منتج جيد يتم التسويق له أو يتم العلاج به في الحالة الطبية، زائد التزام المريض أو بين قوسين التزام العميل يعطي نتائج مبهرة. أي فرع أو أي عامل من هذول العوامل الثلاث يسقط، تسقط الخطة العلاجية. كثير من المرضى اليوم، كثير من العملاء اليوم بيقول والله أنا رحت وكشفت واشتريت وعملت بس ما استفدت. لازم يكون في واحد من هذول العوامل الثلاث، التشخيص مع المنتج مع التزام المريض، واقع بهذه الخطة. فلازم نحن كعملاء أو كمرضى ننظر إلى هذه المعادلة بشكل مفصل بحيث نعرف وين هي المشكلة أو شو السبب بعدم نجاح الخطة العلاجية. ممكن يكون المشخص ما شخص صح، ممكن يكون شخص صح وما استخدم المنتج الصح، وممكن يكون شخص صح واستخدم المنتج الصحيح ولكن المريض ما التزم بالخطة العلاجية. فلازم هذول الثلاث محاور يكونوا متوفرين في أي خطة لحتى تنجح هذه الخطة على الصعيد الطبي وعلى الصعيد الشخصي وعلى صعيد البزنس بشكل عام، وخاصة في إدارة المرافق وخدمات الطبية. طيب، هون في سؤال يطرح نفسه بالنسبة، راح أخاطب بهذا الكلام المريض. أنا التزمت واشتريت ورحت وما استفدت، أنا شو ذنبي؟ ما عندي جواب. ليش؟ لأنه اختيار الطبيب أو اختيار الشخص المشخص للحالة المرضية هذا الأول بالنسبة للخطة العلاجية. 2، المنتج أنت ما بتعرف شي عنه أو ما قريت عنه، أو عجبك الباكج من برا، عجبك المكان، عجبك البروباغندا اللي ملفوفة حواليه، اشتريته التزمت بالعلاج بس ما استفدت. هون في مشكلة بالنسبة للمشخص وبتبين معك خلال فترة العلاج. طيب، النقطة الثانية، الخطاب إلى الشركات أو العملاء أو العيادات أو مقدمين الخدمة الطبية. أنت كمشخص للخدمة الطبية، البحث عن منتج يليق بالتشخيص الطبي على اعتبار افترضنا أنه التشخيص صحيح وكل الناس بإذن الله سبحانه وتعالى مفترضين نحن أنه هذول الناس يبتغوا وجه الله بالنسبة للعلاج ويخلصوا هذا المريض أو هذا الشخص من أوجاعه. شخصت صح ولكن اخترت منتج خطأ، النتيجة رح تكون خطأ. رح يجيك المريض يشتكي إليك، ما رح يشتكي على المنتج أو الشركة اللي اشترى منها، رح يجي يشتكي لك، وإذا اشتكى لك وما سمعته رح يشتكي عليك. وهي نقطة مهمة جدا تؤخذ بالحسبان. كثير من المرضى أو كثير من العملاء يتم فقدهم بسبب عدم تقديم الخدمة الناجحة بالنسبة لهم وعدم تقديم الخدمة المرضية بالنسبة لهم مقابل الأموال اللي هن دفعوها، بالتالي راح يكون النتائج ديكلاين ويبلش ينزل الكيرف بالنسبة لعدد المرضى أو عدد العملاء أو المبيعات إن كانت في الشركات. فمهم جدا الأخذ بعين الاعتبار التشخيص الصحيح، المنتج الصحيح، وأخيرا التزام المريض أو التزام العميل بالخطة العلاجية. هذا أساسي بالنسبة لنجاح هذه الخطة العلاجية. أتمنى من خلال هذا الفيديو أن تكون رسالتي وصلت لأصحابها، وصلت للمرضى، وصلت للعملاء على اعتبار أن التسويق بشكل عام، ووصلت لمقدمين الخدمات، مقدم الخدمة أو مقدم الخدمة إذا كانت خدمة عامة أو إن كانت خدمة طبية، لأنه نحن عم نحكي بالمجال الطبي. فالرسالة كانت عامة، شملنا فيها الجانبين
بحيث أنه أي حدا ممكن يستفيد من هذه الرسالة، وممكن هذه الرسالة تؤدي بالنهاية، نسأل الله أن تؤدي إلى نتائج مبهرة مرضية للعملاء ومرضية لمقدمين الخدمة الطبية، تدعو إلى الاستمرارية والنمو صعودا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأولا وآخرا، لنجاح أي خطة ولنجاح أي عمل، بالبداية قبل كل شيء نتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي بإيده كل شيء، المخلوق ما في بإيده أي شيء، فقط نحن نخطط ونرسم ونكتب ونحط معادلات. النجاح أولا وآخرا هو على الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، نأخذ بالأسباب ونتجه إلى الله سبحانه وتعالى لتهيئ هذه الأسباب لتساعدنا في نجاح خططنا العلاجية وقضاء احتياجاتنا اللي نسعى إليها. أتمنى هذه الرسالة تكون وصلت لأصحابها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى رح نشوفكم بحلقات قادمة. تابعونا عشان تشوفوا كل جديد بإذن الله سبحانه وتعالى. دمتم بخير.